طيب انا معايا الاستاذ الدكتور ايمن نور عبر الهاتف. دكتور ايمن حضرتك معايا من بيروت؟ دكتور اهلا بحضرتك يا دكتور. ايوه اهلا وسهلا. اولا نفهم مغزى اعلان القاهره اللي اعلنتم عنه وحضرتك كنت مشارك فيه وشاركت فيه بالفيديو كونفرنس، لو نفهموا ايه مغزى هذا التحرك في اللحظه دي من وجهه نظركم؟ يعني دعيني اصحح بعض المعلومات لان الحقيقه سمعت قبل انقطاع الخط سمعت كده جزء من المقدمه لها علاقه ان جماعه الاخوان المسلمين او حاجه بهذا المعنى اللي هي التي عدت المبادئ العشره ثم هي التي عدت لبيان القاهره. الحقيقه بيان القاهره القائم عليه سعاده السفير ابراهيم يسري والدكتور سيف عبد الفتاح والشاعر عبد الرحمن يوسف وثلاثتهم ليس لهم علاقه بجماعه الاخوان المسلمين. هل لو وصفناهم بانهم شخصيات مقربه او جهات مقربه من الجماعه يبقى كده جانبنا الصواب يا دكتور ايمن؟ يعني لا لو مقربه يبقى لازم يعني اقول لك تفصيله اكثر شويه ان الزميل عبد الرحمن يوسف كان من المشاركين في 30/6 وحزب قبل الثوره اللي انا بتشرف الانتماء اليه كان مشارك في 30/6 وان الدكتور سيف عبد الفتاح واحد الذين استقالوا مبكرا من رئاسه الجمهوريه احتجاجا على الاعلان الدستوري في ديسمبر 2012 فالحقيقه يعني فهي بتنفي علاقه مؤسسي بيان القاهره جماعه الاخوان المسلمين؟ لا انا مش بنفي لكن انا بقول كل القوى الوطنيه وكل شركاء ثوره يناير مدعوون للمشاركه في هذا الكيان الجديد. انا شخصيا لا اعرف موقف جماعه الاخوان المسلمين هل هي او التحالف حتى الشرعيه لان انا لست عضوا في التحالف الشرعيه وكل الذين شاركوا في هذا الاعلان ليس اعضاء في تحالف دعم الشرعيه وبالتالي احنا لا نعلم حتى الان الموقف الخاص بالتحالف الشرعيه او بالاخوان من هذه المبادئ ان الحقيقه هي مبادئ عامه اعتقد ان كل شركاء الثوره المفروض ان هم يقبلوا بها.